مشاهدينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا عبر شاشة تلفزيون السلام وفي حلقة جديدة من برنامج ليش. اليوم احنا موجودين في منطقة بتفصل ما بين ضاحية ارتاح وفرعون. هذه المنطقة هي وادي التين، وكنا قد يعني عملنا حلقة ليش عن هذا الواد، وكنا قد رصدنا انتهاكات من قبل بعض الأشخاص من خلال وضع القمامة ووضع مخلفاتهم والحيوانات الميتة في داخل الواد. لكن هالمرة اختلف الوضع. أولا الشارع مزفت زي ما أنتم شايفين، ثانيا مش بس هيك، صار بعض الأشخاص ما بعرف شو أوصفهم، لكن صار بعض الأشخاص بيستغلوا إنه هذه المنطقة شوي بعيدة عن محيط أو عن وسط البلد، هاي تيجي بمحيط البلد قريبة هون من معبر العمال وهو معبر الطيبة، صار يستغل هذا المكان وصار يستغل هذا الوضع ليضع هون زي ما أنتم شايفين القمامة على الشارع، صار يضع أوساخه على الشارع بصورة تعد انتهاك صارخ للبيئة وللصحة وللسلامة العامة. مشاهدينا اليوم احنا سؤالنا في هالحلقة الجديدة من برنامج ليش بتعلق انه ليش بعض الاشخاص او بين قوسين بعض المواطنين بيحاولوا انه يسيئوا لهذا الشارع ولهذا المكان ولهذا الواد اللي بتمر عبره مياه الامطار بوضع القمامة على طرف الشارع. ليش البعض ما بوخد الوعي والثقافة والانتماء وما بيقدر يعني يحافظ على نفسه ويضع هذه القمامة في المكان الصحيح إلا إلها؟ خليكم معنا لنشوف هالصور ونعرف هالإجابة من خلال هالحلقة الجديدة من برنامج ليش. الواقع هذا العمل مدان مرفوض، بكرة صحية ماثلة أمام عيون الجميع على شارع جديد، شارع مفتتح جديد، شارع مدخل المدينة من جهة المعبر بأم العمال والإخوان، وهذا يعني منطقة حلوة صحيا يجب أن يكون محافظ عليه. بلدية قامت بتزفيته بعد صراع، بلدية قامت بتشجير الشارع. باعتقادي هذا الإنسان اللي وضع هذه القمامة أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه لا ينتمي إلى هذه المدينة على الإطلاق. هذا إنسان فيش عنده يفتقر إلى الوعي، أقل أدنى مستويات الوعي، هذا يؤثر على الصحة العامة والبيئة. هذا يعني إحنا فيما لو ضبطناه بالعلم من أنه خارج الحدود سيتعامل بقسوة، سنقدم للقضاء وسنتصل مع الشرطة يعني، ويجب على إقامتهم ويكون هذا على غيره.